أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في حديثنا عن نبوة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعيد نفس المقدمتين اللتين أشرنا إليهما في بحث النبوة العامة، حيث قلنا أن طريق إثبات النبوة هو أن يدعي أحد أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى لهداية البشر، ويدعم ادعاءه هذا بما يثبت صحة دعواه وصدقه في ادعائه النبوة، وبذلك يكون قد أثبت ما يدعي ببرهان. وما ذلك الإثبات إلا الإتيان بالمعجز الذي يعجز الأفراد العاديون عن الإتيان بمثله. نفس الكلام ينطبق على النبوة الخاصة، حيث نريد بها إثبات رسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إن المقدمة الأولى أن نبينا ادعى النبوة، والمقدمة الثانية ظهرت المعجزات على يديه. وحين نجمع المقدمة الأولى والمقدمة الثانية تكون النتيجة هذه الجملة الثالثة: ظهور المعجزات دليل على صدق الدعوة أو صحة النبوة. فإذا هذه الجملة الثالثة تكون نتيجة للجملتين الأوليين. ولنبدأ بالجملتين الأوليين ثم ننتقل إلى النتيجة. الجملة الأولى تقول إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إثبات، لأنه منذ أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه ودعاهم في القصة المعروفة بيوم الدار، والتي سنأتي عليها في مباحث الإمامة إن شاء الله، جاء ليقول إنه مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بأداء رسالة، وإنه تلقى الوحي حينما نزل عليه الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونزلت عليه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ ينذر ويبلغ عشيرته. منذ تلك اللحظة ومنذ رفعه لشعار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهو كان مستمرا في بيان هذا المعنى. فإذن ادعاءه النبوة، وطبعا حينما نقول ادعاء لا نقصد الإشكالات اللغوية في ذلك، وإنما نقول يعني إظهاره وإعلامه وبيانه للناس: أيها الناس، أنا نبي من قبل الله تبارك وتعالى، أنا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، أنا بشير ونذير بين يدي الساعة. إذن كل حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تجسيدا لهذه الكلمة وإبلاغ الناس والجماهير كلها أنه حامل رسالة إلهية. هذه المقدمة الأولى ثابت. المقدمة الثانية تقول بأن المعجزات ظهرت على يديه. طيب، وهذا أيضا ثابت بالتواتر، لا يستطيع أحد إنكاره. يعني الذي كان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرى أن الحصى تسبح في يديه، ما كان ينكر هذا. وحينما دعا عليا عليه السلام ليصنع طعاما ويدعو بني عبد المطلب، وهم يومئذ 40 أو إلا واحد أو يزيد واحد، 39 أو 41 تقريبا، النصوص متفقة على أنهم 40 يزيدون واحدا أو ينقصون واحدا. طيب، وبعدين صنع لهم الطعام، وذكر النبي أن يعني سمى الله تبارك وتعالى وبعدين دعاهم إلى الطعام فأكلوا وشبعوا
وزاد من الطعام، في حين أنه ذاك الطعام ما كان يكفي إلا ليطعام عدد قليل جدا. زين، فهذه الأمور وأمثالها ونظائرها كانت أيضا مشهودة، وكان كل الناس الذين عاصروا النبي كانوا يشاهدونها. فإذا ظهور المعجزات على يديه أيضا مسألة لا تقبل الإنكار، وأعظم شاهد على ذلك لمن عاصر النبي ولمن أتى بعده هو القرآن الكريم، حيث هو كلام الله تبارك وتعالى، وبعدين تحدى البشر كلهم وتحدى جميع أبناء البشر والإنس والجن على أن يأتوا بمثل ذلك القرآن. طيب، فإذا ادعاه النبوة وإعلامه هذه الرسالة أمر ثابت لا يحتاج إلى نقاش، معروف من قبل الجميع. ومن جهة أخرى المعجزات ظهرت على يديه، وهذا أيضا منقول بالتواتر وكل الناس يعرفون ذلك، فإذا لا نحتاج إلى إثبات ذلك. وإذا كانت هاتان المقدمتان بهذه الدرجة من الوضوح، فالنتيجة مسلمة أن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول من قبل الله تبارك وتعالى، يستمد الدعم والإمداد الإلهي من ذلك العطاء المطلق، من ذلك الكمال المطلق، من ذلك الفيض المطلق، وعلى يديه تظهر هذه المعاجز، وبعدين يخبر بكل ما وراء عالم الشهادة الذي هو عالم الغيب، ويأتي بالمعجزات. فإذا من الثابت أنه رسول من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا هذا اللون من الاستدلال ربما يكون لإرضاء العقلية الكلامية أو الاستدلال المنطقي اللي دائما يحاول أن يرتب الأمور حسب صغرى وكبرى ونتيجة، مقدمة القياس من الشكل الأول ما شكل ذلك. وإلا من الواضح أنه إذا أردنا أن نتجاوز هذا اللون من الاستدلال وترتيب المقدمات والشكل الأول والنتيجة اللي هي تكون لتكرر الحد الأوسط وأمثال ذلك، فإحنا نستطيع أن نقول بأن رجلا نهض من بين أمة غاطة في الجهل والظلم والظلمات وأحط درجات الانحراف، فاقدة لكل القيم، وإذا ظهر ليعلن عن السماء رسالات وبشائر وهدايات لا يمكن أن تحصل لها نظائر في العقل البشري أو في التصور العادي اللي يمكن أن ينشأ به شخص من مجتمع كهذا. وبطبيعة الحال آثاره أكبر دليل على أنه حامل رسالة من قبل الله تبارك وتعالى. في هذا المجال لا بأس بأن نعرف أن المعجزات، وقد ذكرنا في بحث النبوة العامة طبيعة المعجز وكيف أن البشر يعجز أن يجاريها، المعجزات في الحقيقة تتناسب مع خصائص كل عصر. ففي زمن كان الطب على سبيل المثال أمرا متقدما ومتطورا نسبيا في الرومان، عند الرومان وعند اليونان، وبعبارة أخرى ما نسميه الآن بأوروبا الغربية، وفي ذلك الوقت كان كله ينطبق عليه اسم الرومان أو الروم. ولذلك القرآن الكريم يعبر ألف لام ميم غلبت الروم، وليس المقصود روما بالخصوص اللي هي عاصمة إيطاليا أو مركز الفاتيكان أو ما شاكل ذلك، المنطقة هذه كلها كانت تسمى بالروم. التقدم العلمي الذي كان بحيث لا نزال نجد آثار للتفوق في العلاج وما شاكل ذلك اللي هي استمرار تلك المدرسة، جاء عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام ليزود من قبل الله تبارك وتعالى بطاقات جبارة هائلة حينما تقارن بغيرها من آثار التفوق العلمي على سبيل المثال.
فبطبيعة الحال تكون معجز، يعني يعجز الآخرون عن الالتحاق بهذا الركب. طيب، كلهم كانوا متفوقين في معالجة أنواع من الأمراض، ولكن حينما كانوا يأتون إلى البرص وهو مرض جلدي معين كانوا يعجزون عن معالجته. وإذا بالمريض المصاب بالبرص يؤتى به إلى حضرتي أو إلى حضوري أو إلى مجلس عيسى عليه السلام فيدعو الله تبارك وتعالى له بالشفاء وبإذن الله تبارك وتعالى، وهذا مهم جدا، بإذن الله وبإمداد من الله تبارك وتعالى يعالج هذا الشخص المصاب بالبرص. أو يؤتى بشخص أصم أبكم، وطبيعي أن الذي يصاب بالصمم منذ الولادة لا يسمع الأصوات فلا يستطيع أن يحاكيها فيكون أخرس أيضا، وعليه في هذه الحالة نجد أنه يؤتى به ويعالجه وإذا به يسمع ويتكلم. ونجد أكثر من ذلك أن عيسى عليه السلام يؤتى به، يؤتى بالميت إليه. طيب، ميت فارقت روحه الحياة، جسد بلا حراك مرمي على الأرض، فيمسح يده عليه أو يقرأ دعاء معين أو ابتهال معين أو يسأل الله تبارك وتعالى له الإحياء فيحيي الموتى بإذن الله. هذه لعلها كلها تجتمع في عنصر واحد، وهو أنه إذا كان الأطباء أو إذا كان التقدم العلمي لو قيس ولو قورن بغيره من المناطق، زين، اللي كان الألوف يموتون جهلا ومرضا وما يعرفون أوجه العلاج أبدا، إلا أنه هذا كان لحد الآن صاحي وإذا به تمرض وبعدين ازداد بالمرض ومات أو مات فجأة، زين، هذا اللون. وإذا يأتي بعيسى عليه السلام هو يدعي النبوة من قبل الله تبارك وتعالى، يعلن أنه مرسل إلى بني إسرائيل أو إلى الناس، ونتيجة لذلك يحتاج إلى شيء يثبت، وبالفعل تكون طبيعة الإثباتات مالته من الشكل اللي يعجز أحذق وأمهر الأطباء من مجاراته. طيب، هذا الشكل في زمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام السحر كان مسيطر على جانب كبير من الناس في مصر، وبعبارة أخرى كانت مهارة السحرة في الاتيان بحركات تبهر العقول وتبهر الأبصار، زين، فالاتيان بعمل ليس سهلا على الآخرين تقليده ومحاكاته. في هذا الشكل نجد أنه يأتي موسى عليه السلام، وهو أيضا لاحظ تعبير القرآن دقيق جدا في هذه الحكاية، أنه هو مبدئيا ما مخطط لهذا اللون من التحدي ولهذا اللون من المواجهة، يعني مو تقول أنه هذا صاحب صنعة، هذا صاحب صنعة، هذا يطور، هذا يطور، وهذا واثق في تطويره، ها؟ على سبيل المثال السفن الفضائية أو المركبات الفضائية أو القنابل النووية التي كانت تصنع من قبل المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، من قبل الروس ومن قبل الأمريكان، وهذا يطور وذاك يطور، هذا يطور، فيحاول، يعني هناك منافسة، كل من أحد المتنافسين يحاول أن يفوق ويتفوق على منافسه الآخر. لا، مو الشكل، وإنما موسى لم يكن ساحرا، لم يعرف صنعة السحر، وإنما حتى لم يخطط لذلك وكان يجهل هذه القضية. فلما يقال له من قبل الله تبارك وتعالى ألقي عصاك، فهو يلقي عصا وإذا تتحول حية تسعى، يعني عيسى موسى احنا عطيناه قدرة على أنه بدعم وتأييد منا من الله تبارك وتعالى حينما تلقي عصاك فبه هذا الأثر، وستجد أن هذا سيفوق الآثار الأخرى، خذها ولا تخف. طيب، سنعيدها سيرتها الأولى، حينما أنت تمسكها ترجع إلى الحالة الطبيعية وهي عصا، ولكنه حينما تتعارض بها السحر، ولذلك بالفعل تلقف ما يأفكون وسيطرت على الوضع، وبعدين السحر أنفسهم وهم المهر في هذا المجال آمنوا بإله موسى
واعترفوا بأنه أعظم منهم وأن ما يصنعونه النهار ودقة وكذا وكذا لا يمكن أن يقارن بما أتى به. طيب هذا الشيء إذا قرن بعصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البلاغة والفصاحة كانت في قريش وفي العرب إلى درجة راقية جدا، بحيث أن المعلقات ونماذج الأدب، ولسنا نناقش هذه الأمور من زاوية أدبية لأن هذه الأمور يجب أن تعالج في مبحث مادة الأدب الجاهلي والأراء المختلفة الموجودة من حيث التوثيق وعدم التوثيق، لسنا بصدد ذلك، لكن المسلم به، المسلم به أن درجة عظيمة من الإعجاز من الفصاحة ومن البلاغة كانت مقبولة وسائدة في ذلك العصر لدى قريش وأبناء الجزيرة العربية. ولكن قبل أن نأتي إلى هذه النقطة بالخصوص، لاحظ يعني مقارنة أو المقارنة والمفاضلة أو القياس بعبارة أخرى بين ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن كدليل على إعجازه وبين البلاغة اللي كانت مسيطرة، قبل أن ننقل هالمعنى هذا ونركز عليه نشير إلى نقطة أخرى في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه لما أتى بهذه النماذج أيضا أبناء قومه اتهموه بالسحر واتهموه بالشعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا شاعر وأمثال ذلك. ليش؟ لأنه ما استطاعوا أن يبررون أو يفسرون هذا اللون من العمل وهذا اللون من الإنتاج اللي جاي يظهر على يد رسول النبي الأمي، ما استطاعوا أن يفسروا بشيء، ولذلك اضطروا بأن يقولوا بأنه ساحر ومشاكل ذلك. ولذلك نجد في قصة يوم الدار أنه لما صنع لهم الطعام ولما مدوا أيديهم ورأوا أن هذا الطعام لا يقل منه شيء، كلما أكلوا قام أحدهم وقال سحركم محمد. وبهذا نجد أن البشر حينما كان يعجز من مجاراة الأثر الرسالي أو الأثر الإلهي أو الأثر الظاهر على يد النبي المرسل كان يتذرع ببعض الحجج وبعض الاتهامات والافتراءات، ولكننا لا نصغي إلى هذه الأمور أبدا، ولا يهمنا أن نتصدى لشرحها وتفنيدها بقدر ما يهمنا أن هذه الأثار كانت تظهر على يد رسول الله وكانت دليلا على إعجازه. الآن نقول المقدمة الثانية كانت تشير إلى معجزات أو ظهور المعجزات على يد النبي. هذه المعجزات على نوعين، النوع الأول أمر خالد والنوع الثاني خاص بزمان معين، ونتيجة لذلك نشاهد أن المعجزات تنقسم إلى أليف خالدة وتتمثل في القرآن الكريم باء وقتية، ومن أمثالها تسبيح الحصى وإشباع العدد الكبير بالطعام القليل. وبناء على ذلك نقول بأن هذه المعجزات ليست على نسق واحد، ولكن لنبدأ بإعجاز القرآن. أهم ما في إعجاز القرآن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قبل الله تبارك وتعالى بالتحدي، وهذا التحدي على الإتيان بمثل القرآن جاء على مراحل متعددة، فأنزل الله تبارك وتعالى أكثر من آية قرآنية للإعلان والإعلام بأن القرآن الكريم هو المعجزة الدالة على صحة ادعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم للنبوة، وهو الحجة المثبتة لذلك. وأهم من ذلك لم يقصر هذا التحدي على الإنس فقط، وإنما
عممه للجن أيضا، لأن قسم من البلغاء والفصحاء وقسم من الناس الذين كانوا يرون عظمة الشعر والبلاغ والفصاحة عند بعضهم كانوا يقولون بأن له رفيقا من الجن يدعمه، طيب، ولذلك هو عبقري، ولذلك كانوا يسمون الجني الذي يمد الشعراء بهذا اللون من النبوغ كانوا يسموه بعبقر. وتجد الآن الشاعر العبقري أو فلان العبقري، العبقرية إنما تعود إلى كلمة عبقر، وعبقر اسم للجن الذي يمد الإنسان، لأنه ما كانوا يستطيعون أن يفهمون. الإنسان العادي ما يستطيع أن يقوم بهذا الشيء، فلابد هناك قوة غيبية، والقوة الغيبية عندهم كانت تتركز وتلخص في الجن. زين، إذن الجن هو الذي، لذلك نجد أن هذا التحدي لم يقتصر على الإنس، وإنما الله تبارك وتعالى أمر رسوله بأن يطلب من الجن ومن الإنس، من كل العرب ومن كل إنسان على وجه الأرض أن يجاري. وهذا التحدي كان مقترن بادعاء النبوة، يعني مو تحدي فقط لا، وإنما تحدي زائدا ادعاء النبوة. إذن نجد ماذا حصل، هل أتوا بمثله أم لا، هل تقاعسوا أم لا، هل حاولوا أم لا. زين، نجد محاولات عديدة، وكانوا يعني المفترض فيهم، المفترض فيهم أنه بدلا أن يزهقوا أرواحهم وبدلا أن يخرجوا لحرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقسم منهم يقتلون وينتصر في كثير من المعارك المسلمون على المشركين، كان بإمكانهم أن يجتمعون يكونون لجنة ويأتوا بأفخر ما يمكن من الأدب ويجاروا به القرآن، وحينئذ في هذا التحدي كانوا يقفون بوجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا التحدي جاء في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى نجدها في سورة الإسراء الآية 88، قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الجن والإنس. وهناك طريفة تفسيرية ممتازة في تقديم الجن على الإنس في هذا المجال، لسنا بصددها لأننا من مختصات مادة التفسير، ولكن نقول: قل لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كلهم لو يرصون جهودهم ويحاول أن يدعم أحدهم الآخر وكل طاقاتهم يركزوها، ما ممكن أبدا الجن يدعمون، الجن يدعمون الإنس ويحاولون كل محاولاتهم، ما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذه في المرحلة الأولى. طيب، التحدي الأول أن يأتوا بكل القرآن أو بمثل كل القرآن. طيب، ثم ينزل هذا التحدي إلى الإتيان بعشر سور في القرآن الكريم، حوالي 114 سورة، لا فقط جيب 10 سور من مجموع 114 والباقي محذوف لك وانت معفو عن تحمل عناء التحدي. فنجد في سورة هود الآية 13 والرابعة عشرة قوله تعالى: أم يقولون، يعني بقية الناس الذين لا يؤمنون، أم يقولون افتراه، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم افترى هذا الكلام على الله، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا كان بالإمكان أن إنسانا يفتري على الله شيئا، يصنع شيء وينسبه إلى الله، طيب أنتم سوونه، لأن إذا كان في مقدور البشر أنتم أيضا تقبلوا هذا اللون من التحدي وجاروا ونافسوا في هذا. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الرسول إنما هو مدعو من قبل الله تبارك وتعالى، طيب فهو يدعم نبيه، أنتم ادعوا من استطعتم من دون الله، زين، أي قوة أخرى يمكن أن تمد عملكم ومنافستكم إن كنتم صادقين. زين، وما يكتب القرآن بهذا الحد، فإن لم يستجيبوا لكم إذا ثبت فشلكم
ووجدتم أنكم لا تستطيعون مجاراة هذا اللون من التحدي، فاعلموا أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، هو المصدر الوحيد للغيب، هو المصدر الوحيد للإمداد، هو المصدر الوحيد للرسالات، فهل أنتم مسلمون؟ طيب، فإذا المرحلة الأولى التحدي بالإتيان بمثل القرآن كله، المرحلة الثانية التحدي بإتيان 10 سور مفتريات، وأخيرا خفض الله تبارك وتعالى وخفض القرآن هذا اللوم التحدي إلى سورة واحدة، فنجد في سورة البقرة الآية 23 و24: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا، يعني هذه القرائن وهذه الشواهد وهذه الأدلة وكل ما فصلنا لكم هذا لم يكن كافي في إقناعكم بصحة الدعوة وبعمق المحتوى، إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة. طيب، وادعوا شهداءكم من دون الله، كل ما أكو من دون الله، لأنه هذا امتداد واتصال بالله تبارك وتعالى إن كنتم صادقين. زين، فإن لم تفعلوا شرطية ولن تفعلوا إخبارية، الأولى فإن لم تفعلوا، طيب يعني ما في مقدوركم أن تجاروا هذا وما عندكم حجة، فالنتيجة كذا. لا، قبل أن نقول النتيجة كذا نقول ولن تفعلوا، يعني كل ما بذلتم من جهد يستحيل منكم أن يصدر شيء من هذا القبيل. طيب، النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ ولم يكتب، لم يتعلم في مدرسة، لم تكن في جاهلية قريش أي معهد علمي، زين، يتحدى كل بلغاء العرب وفصحائهم بالإتيان بمثل القرآن أولا، مو فقط البشر وإنما حتى ولو كان الجن ظهيرا لهم، ومع ذلك يتنازل إلى 10 سور، لا، وينزل إلى سورة واحدة، ولن تفعلوا، ويخبرهم سلفا أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن، زين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هناك احتمالات وأقوال مذكورة في علوم القرآن وفي مقدمات التفسير بالنسبة إلى التحدي ووجوه الإعجاز، طبعا ممكن أن تدرس في تلك المادة وممكن أن تأتي في ضمن بحث النبوة الخاصة، ما دمنا نذكر القرآن كدليل على إعجاز الرسالة وعلى أن المدعي للنبوة الخاتمة أتى بهذا الإعجاز الخالد المستمر إلى يوم القيامة. لماذا قلنا معجزة خالدة؟ لأن هذا التحدي لا يزال مستمر، يعني لا تصور أن الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا المخاطبين وهم الذين عجزوا، إذا في المستقبل، لا، إلى وجود آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية هو مخاطب بهذا اللون من التحدي على أن يأتي، إن لم يؤمن بالرسالة على أن يأتي بما يشبه القرآن. فقسم قالوا بأن إعجاز القرآن إنما هو في مادته وفي بلاغته وفي أسلوبه، وذهب آخرون إلى أنه في بيانه ونظمه، وهذا اللون من التناسق الموجود. ليش التناسق والنظم والبيان؟ باعتبار أنه كل أسلوب أدبي يمتاز بشيء من الخصائص، بحيث أنت إذا شوية تأملت ذلك، طبعا هذه المقدرة موجودة عند بعض الناقدين الأدبيين، أنه مثلا على سبيل المثال إذا أسمع أنا قصيدة للجواهري، أقرأ قصائد للجواهري لفترة، بعدين إذا يجيبوا لي قصيدة يقولون هذه منسوبة إلى الجواهري، أستطيع بسهولة، طبعا مو بالمئة وإنما 90% أفترض، أنا أقول بأن هذا ليس نفس الجواهري، أو شخص كان محلق وبعده ما مشهور وما معروف يقول هذا يقرب من نفس الجواهري مثلا، أو يأتوني بمتن أدبي الغلاف الأول محذوف منه والفهرس محذوف، فبعد مطالعتي ل10 دقائق تقريبا أقول بأن هذا هو أسلوب العقاد
أو هذا أسلوب طه حسين، أو هذا أسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي، وإلى آخره. كأنه البيان والأسلوب والنظم الخاص والاسترسال لعله يكون من مختصات كل كاتب أو كل أديب أو كل فصيح وبليغ. فلذلك هناك خصائص قرآنية وهناك خصائص نجدها في القرآن الكريم ولا نجدها في غير القرآن، بحيث ما ممكن أن تمتزج. وحتى حينما يوجد هناك خطيب، وحينما يوجد بليغ، وحينما يأتي شاعر ويقتبس آية قرآنية ويذكر من باب المثال ضمن كلامه، فواضح جدا أن هذا كلام المخلوق وهذا كلام الخالق، وقد اختلط هذا بذاك. حتى أمير البلغاء والفصحاء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، حينما يحلق في أجواء البلاغة لكنه يقتبس آية قرآنية، ومن الواضح جدا أن هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام علي هو كلام ابن آدم. فهذا أيضا لون من الإعجاز، ليس الإعجاز في البلاغة والإعجاز في الألفاظ، وإنما الإعجاز في الأسلوب، الإعجاز في البيان والنظم. وهناك جانب آخر أيضا لا يخفى علينا، وهو أن كيفية الإعجاز كيف؟ يعني كل من يسمع من بلغاء العرب، من أدباء العرب، من متذوقي جميع ألوان الفن الأدبي، يدرك أن هذا الذي يسمعه شيء آخر يختلف عن الفنون الأخرى وعن الأساليب الأخرى، ترتفع به إلى مستوى بحيث يؤمن بأنه ليس من كلام البشر، وهذا هو بيت القصيد. يعني المصحف مو أمامك، وما جت تسمع شريط مرتل مسجل لعبد الباسط على سبيل المثال أو الحصري، وأنت على معرفة سابقة وذهنية تقريبا مأنوسة بهذا اللون من القراءة، لا، وإنما كل البلغاء وكل متذوقة الأدب العربي حينما يسمعون القرآن الكريم، المسلم غير المسلم منهم وغير المسلم، يعني نفترض أدباء في مصر أو أدباء في لبنان مسيحيين، ولما يسمع هذا اللون من البيان القرآني يصدق بأنه ليس من كلام البشر، وعليه يكون دليلا على أن الذي يتلوه عليهم بشر مثلهم ولكنه ينطق عن شيء. إذن نفهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح أن شفتي إنسان من بني البشر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتحركان، صحيح أن الألفاظ تنبعث من فم الرسول، ولكن هذه الألفاظ إنما هي وحي من قبل الله تبارك وتعالى، من قبل السماء، من قبل مصدر هذه الرسالة، زين، وتأتي هذه الألفاظ وهذه العبارات لتكون ذات إيقاع ونغم معين وتؤثر الأثر الذي لا يجارى. زين، خلينا نفكر شوي، ما الذي دعا العرب إلى أن يسلموا وحاولوا جهدهم؟ ونجد عبارات سخيفة جدا لمسيلمة وأمثال مسيلمة، أنهم حاولوا أن يجاروا وأن يصوغوا صياغة مشابهة لما في القرآن، ولكن خالية من أي ذوق، خالية من أي إيقاع، وخالية من ذاك التأثير المعنوي. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرسل جعفر ابن أبي طالب على رأس وفد كبير إلى الحبشة،
وهؤلاء يلجؤون إلى الحبشة والهجرة المعروفة للمسلمين في بداية الاضطهاد الذين كانوا في مكة المكرمة. زين يروحون هناك وبعدين المشركين يلحقوهم ويحاولون أن يسيئون إلهم ويطلبون من الملك أن يضغط عليهم ويرجعهم إلى قريش باعتبار هذول عبيد آبقين مارقين على سادتهم. وينعقد ذاك اللقاء وجعفر بن أبي طالب يطلب من ملك الحبشة أن يأتي بالقساوسة وكل رجال الدين ويبدأ وبيديهم المصاحف. طبعا ذولاك الأناجيل بيديهم الأناجيل وأمامهم هذه الأناجيل الضخمة وكلهم في ذلك المستوى. وإذا جعفر يبدأ بتلاوة آيات من القرآن عليهم فيتأثرون بأعماقهم وبقلوبهم، بعدين دموعهم تجري على على خدودهم وإلى درجة أن تبتل الأناجيل الموجودة أمامهم ولا يشعرون، والحبر ينمسح بدموعهم. طيب هذا التأثير، هذا جعفر ابن أبي طالب كان غير منتسب إلى مدرسة إلى أكاديمية إلى معهد علمي، مجرد أنه قرأ هذه الآيات القرآنية التي يعاها وحفظها من ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقام الاحتجاج وإذا القساوسة والرهبان كلهم يتأثرون بذلك التأثر العميق بالنسبة إلى محتوى الآيات، ودموعهم تجري والأناجيل الحبر مالها ينمسح وإلى، وحينئذ يقرون بأن المعنى حقيقي وأن ادعاء قريش بين هؤلاء آبقين وخارجين على سادتهم ورؤسائهم ادعاء تافه باطل وما شكل ذلك. زين هذا التأثير وهذا اللون من عمق الأثر الواعي الذي يترك هذا الأثر في نفوس السامعين وفي وعيهم يختص به القرآن الكريم، ولعله وجه من وجوه إعجازه. وسنزيد هذه الأبحاث توضيحا وتفصيلا في المحاضرات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.